السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم الجديدة. أشاد المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش كثيرا بالعمل الكبير الذي يقوم به الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي، واعتبره أفضل مدرب في إفريقيا حاليا. وقال خليلوزيتش في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول: أعتقد بأن جمال بالماضي يستحق جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2019. وتابع خليلوزيتش: بالنظر إلى التطور الكبير لمستوى المنتخب الجزائري، أعتقد أن بالماضي هو الأجدر بها بعد العمل الكبير الذي قام به. وأضاف خليلوزيتش: شعرت بالفخر عند تتويج الخضر بكأس الأمم الإفريقية، خاصة وأن هناك لاعبين كانوا معي في 2014 أمثال سليماني وحليش. واختتم مدرب نانانت السابق والمنتخب المغربي حاليا تصريحاته قائلا: ساديو ماني كان الأفضل هذا الموسم، لكن كأس إفريقيا ستجعل محرز يفوز بجائزة أحسن لاعب إفريقي. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.